نحن نحكيه على مستوى ولاية القيروان والحدث اللي انطلق من البارح في الليل الحقيقة ومازال متواصل إلى غاية الساعات الأولى من هذا الصباح، وهي حملة كاملة على مستوى ولاية القيروان للقضاء على الانتصاب الفوضوي، نحكيه تحديدا على مستوى مرشي أنحيسية. كل التفاصيل تتسويت في الأكتواليتي. أكتواليتي ماتينال، أكتواليتي ماتينال. كما العادة يحضر معنا سي زبير العياري. سي زبير صباح النور، مرحبا. صباح النور، صباح المحبة والوئام. بالفعل كما ذكرت أنت حسام، منذ ليلة أمس هذا اليوم هناك حملة للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي لكثرة بحق في ولاية القيروان في النحيسية وفي عدة أماكن أخرى. اليوم تحت إشراف السيد والي القيروان حملة هذه للحد من هذه الظاهرة. سيد والي مرحبا بك. اليوم بطبيعة الحال البارح انطلقت حملة انتصاب ضد الانتصاب الفوضوي. صباح الخير، احنا بدينا من بداية الأسبوع، بدينا في شارع محمد علي، واليوم احنا في الحيسية الرابعة وإن شاء الله فريق حفوش. نحاولوا أن نخفوا على الأقل من الظاهرة هذه، وهي دعوة على الأقل المواطنين باش يتفاعلوا مع الحملات هذه، باعتبار هذا مش معقول. شوفوا معناها أغلبية معناها الرومبوانات والطرقات الرئيسية تم يقع أنا استغلالها بالطريقة هذه. احنا راعوا الوضعية الاجتماعية والمادية للعديد من الأشخاص هذوما، لكن زادة هذه مش أول مرة، احنا العديد من المرات نقوم بحملات في البلاصة هذه، لكن للأسف في كل مرة إلا ترجع نفس الوضعية هذه، باعتبار إذا ما ثماش تفاعل كبير من الناس اللي عايشين في المحيط هذوما، وهذه دعوة اليوم باش يتفاعلوا مع المؤسسة الأمنية على الأقل يعاونوا شوية في مقاومة ذات انتخاب فوضوي. سيد الوالي الحملة ما زالت متواصلة؟ مازال متواصل، لا مش متواصل حتى رمضان وبعد رمضان ان شاء الله. لانه الحقيقه صارت حملات قبل لكن رجعت ورجع الانتصاب. اي نحكيو على الديمومه يعني لهنا. شوف هذه الاشكال الكبير، ما نجموش، احنا تعرف امكانيات معناها المؤسسه الامنيه امكانيات محدوده، ما نجموش نخصوا في كل رومبوان وفي كل سوق معناها دوريه قاره، ما نجموش، امكانيات محدوده. احنا نعملوا علينا ونحاول زاد دور المؤسسات الاعلاميه في الحملات التحديثيه، وكذلك زاد دور المواطنين والمجتمع المدني زاد يعاون شويه من خلال زاد التصدي للظاهره هذه بالعمليه معناها التوجيه والاحاطه. ونشوفوا ذوما تو احنا الاغلبيه مش وضعيات اجتماعيه، ثم العديد منهم عن لا بس عليهم عندهم كرهبه وعندهم شفطات ويحب ينتصب لروحه، نجي ميكري حوانك وموجودين حوان، ثم زاد فضاءات خاصه معناها موجوده فارغه في الاسواق في النحاسيه وغير النحاسيه، نجموا يشتغلوا الاماكن هذيك. والطريقه هذه ملك الناس كل مش ملك اشخاص، وبالتالي هي هو اصلا انتصاب ممنوع اصلا. احنا نحاولوا بالامكانيات الموجوده، ولكن دعوه زاد الناس الكل تتفاعل معنا وتعاون معنا. المواطن لازم يكون مسؤول زاد كيف وهي فرصه بالله، فرصه حتى باش نتوجه للمواطنين اللي قاعدين يقضيوا ويشريوا، سامحني في كلمه من الناس هذوما، راهو مرض اللي قاعدين يشرو فيه، وراهو ثم غشه حتى احنا حتى في دار حملات حتى على مستوى الميزان راهو ثم غشه كبيره، وبالتالي راهو المواطن باش يربح 200 فرنك من الحانوت معناها واحد راهو قاعد يخسر فيهم من خلال محاولات الغش اللي قاعده تتم، وبالتالي دعوه المواطنين زاد يعاونونا الناس هذوما، ثم اماكن مخصصه معناها للتسوق يحاولوا ان يشروا الاماكن المخصصه بالقانون، يمشوا ثم اسواق معناها متصله في كل بلاصه، ثم الاسواق المرخصه ويمشي يقضي وغادي، يحاولوا يعاونونا شويه في التصدي للظاهره هذه ان شاء الله. سؤال اخير، نعرفوا اللي انت موجود حاليا في الميدان السيد الوالي، الحلول البديله على الاقل للمنتصبين هذوما بالتنسيق فقط، معناها جوز باش كمان معلومه حتى بالتنسيق مع البلديه، عندنا سوق الرخامي بعد ما حل يعني وتصرفت عليه برشا فلوس، من بعد تو عاود تسكر السوق مره اخرى. سوق الرخامي كريت البلديه 70,000 دينار في العام، وبعد تالي العباد ما حبش معناها هذوما اليوم يقول لك معناها اعطيني البديل، قلنا لهم بديل ما حبوش يتفاعلوا معنا. هذه انتصاب فوضى ممنوع معناها بالقانون، ممنوع اللي عنده هو يحب يخدم روحه، ثم الحوانت يمشي كذا حوانت وثم اسواق مرخص فيها يمشي يتصل بالبلديه ولا يشوف اماكن غادي، واحنا نعاونوهم، لكن هذا مش معقول ان نحتل الطرقات الكل ونحرم المواطن البسيط باش يتعدى، ولا في الحالات الاستثنائيه ولا الاستعجاليه ولا حمايه مدنيه ولا حتى معناها السيارات بتاع ساعات نعزوا حتى باش يتعدوا في حالات معناها خاصه جدا، وبالتالي دعوه للكل ان نتعاونوا مع بعضنا الكل للتصدي للظاهره هذه، وان شاء الله قدر ربي احنا ما نجم نكونوا في صفهم ان شاء الله. يعطيك صحة، شكرا لك سيد الوالي على كل هذه المعطيات. الحملة ما زالت متواصلة للقضاء على الانتصاب الفوضوي على مستوى مركز مدينة القيروان، اليوم الحملة موجودة في
مرشي الانحيصية، كانت انطلقت زادة من مرشي من الانتصاب اللي صاير الحقيقة الفوضوي في حي محمد علي، وما زالت متواصلة في عديد النقاط السوداء الأخرى على مستوى ولاية القيروان. شكرا لك سي زبير العياري زادة كيف في لتأمينك هذه النقطة الخارجية. هذا شنو كان عنا بالنسبة لليوم في الأكتواليتي. أكتواليتي ماتينال، أكتواليتي ماتينال.